Recursion. العودة. The recursion in any language is a function that can call itself until the goal has been succeed. العودة في أي لغة هي عبارة عن function يمكنها استدعاء نفسها لحين تحقيق الهدف. In a prologue, recursion appears when a predicate contains a goal that refers to itself. في البرولوج تظهر العودة عندما تحتوي البريديكيت أو الرول على الهدف الذي يشير إلى نفسه. There are two types of recursion. هنالك نوعين من العودة. النوع الأول tail recursion, العودة الذيلية. The predicate that cases the recursion is placed at the tail of the rule as shown below. يتم وضع البريديكيت التي تسبب العودة في ذيل الرول أي في نهاية الرول كما موضح أدنى. Head وهي عبارة عن الرول أو البريديكيت. If P1 وهي عبارة عن fact. فرض P2 وهي عبارة عن fact. فرض P3 وهي عبارة عن fact. فرض head ويتم إنهاء الرول بنقطة. الرول أو البريديكيت head تحتاج إلى استدعاء نفسها عدة مرات لحين تحقيق الهدف. لذلك يتم وضع اسم الرول أو البريديكيت head في هذا النوع من الريكيرجن في ذيل الرول أي في نهاية الرول. النوع الثاني non-tail recursion, العودة الغير ذيلية, ويطلق عليه أيضا stack recursion. This type of recursion use the stack to hold the values of the variables until the recursion is complete. يستخدم هذا النوع من العودة الستاك للاحتفاظ بقيم المتغيرات لحين اكتمال العودة. The statement is self-repeated as many times as the number of items in the stack. يتم تكرار الجملة ذاتياً لعدد من المرات كعدد العناصر الموجودة في الستاك. For example, على سبيل المثال, head وهي عبارة عن rule أو predicate. If P1 وهي عبارة عن fact. فرض P2 وهي عبارة عن fact. فرض head. فرض P3 وهي عبارة عن fact. ويتم إنهاء الرول بنقطة. الرول أو البريديكيت head تحتاج إلى استدعاء نفسها عدة مرات لحين تحقيق الهدف. لذلك يتم وضع اسم الرول أو البريديكيت head في هذا النوع من الريكيرجن في وسط الرول. A simple comparison between the tail and non-tail recursion. مقارنة بسيطة ما بين التيل والنونتيل ريكيرجن. تيل ريكيرجن أولا call for rule place in the end of the rule. في التيل ريكيرجن يكون مكان استدعاء الرول في نهاية الرول. نونتيل ريكيرجن أولا call for the rule place in the middle in the rule. في non-tail recursion يكون مكان استدعاء الرول في وسط الرول. ثانيا it is not fast as much as stack recursion. التيل recursion ليس سريع بشكل كافي كما هو الحال في الستاك ريكيرجن
أو non-tail recursion. ثانياً, stack recursion is fast to implement. non-tail recursion أو stack recursion هو سريع في التنفيذ. ثالثاً وأخيراً, use more variable than stack recursion. tail recursion يستخدم عدد من المتغيرات أكثر من stack recursion أو non-tail recursion. ثالثاً وأخيراً, few parameters are used. non-tail recursion يستخدم عدد قليل من المتغيرات. Example 1. Write a prologue program to sum numbers from 1 to 5 using tail recursion. المطلوب في هذا البرنامج إيجاد مجموع الأعداد من 1 إلى 5 باستخدام tail recursion. نحتاج في هذا البرنامج إلى 3 variables. الفاريبل الأول وليكن مثلاً المتغير X capital ويمثل عداد الأعداد من 1 إلى 5. الفاريبل الثاني وليكن مثلاً المتغير Y capital ويمثل عداد عملية الجمع. الفاريبل الثالث وليكن مثلاً المتغير S ويمثل الناتج النهائي لعملية الجمع. في هذا البرنامج سيتم بناء 2 rules. الرول الأولى تحتوي على شرط التوقف، وشرط التوقف في هذا البرنامج هو وصول عداد الأعداد إلى الرقم 5، ويتم من خلال الرول الأولى الحصول على الناتج النهائي لعملية الجمع. الرول الثانية تحتوي الرول الثانية على المعادلة الخاصة بعملية الجمع. نفرض اسم الرول sum وتحتوي على 3 arguments. الارجيومنت الأول هو المتغير X capital ويمثل عداد الأعداد من 1 إلى 5، والارجيومنت الثاني هو المتغير Y capital ويمثل عداد عملية الجمع، والارجيومنت الثالث هو المتغير S capital ويمثل الناتج النهائي لعملية الجمع. If المتغير Y1 يساوي المتغير Y زائدا المتغير X، وهذه المعادلة تمثل عملية الجمع. فرض المتغير X1 يساوي المتغير X زائد 1، وهذه المعادلة تمثل زيادة عداد الأعداد بمقدار 1 في كل مرة. فرض sum. يتم استدعاء الرول sum لعدد من المرات لحين تحقيق شرط التوقف، وشرط التوقف في هذا البرنامج هو وصول عداد الأعداد إلى الرقم 5. sum بين أقواس دائرية المتغير X1 فارزة المتغير Y1 فارزة المتغير S، ويتم إنهاء الرول الثانية بنقطة. ملاحظة مهمة جدا، في برامج التيل ريكيرجن يتم استدعاء الرول في نهاية الرول أو في ذيل الرول. الرول الأولى sum يتم التعويض عن المتغير X capital الذي يمثل عداد الأعداد من 1 إلى 5 في الرول الأولى بقيمة شرط التوقف وتساوي 5، أي بمجرد وصول عداد الأعداد إلى الرقم 5 يتم إنهاء البرنامج. ليتم نقل الناتج النهائي لعملية الجمع من المتغير Y capital إلى المتغير S capital الذي يمثل الناتج النهائي لعملية الجمع، يتم تمثيل المتغير Y capital في الرول الأولى بمتغير مشابه للمتغير الذي يمثل الناتج النهائي لعملية الجمع،
أي سيتم تمثيل المتغير Y capital في الرول الأولى بالمتغير S capital. عندها يتم نقل الناتج النهائي لعملية الجمع من الأرجيومنت الثاني والذي تم تمثيله في الرول الأولى بالمتغير S capital إلى الأرجيومنت الثالث وهو المتغير S capital الذي يمثل الناتج النهائي لعملية الجمع. F عندها يقوم البرولوك بعملية cut ويتم إنهاء الرول الأولى بنقطة. الجلوبال باراميتر المستخدمة في هذا البرنامج هي من نوع integer ويتم تعريفها داخل الدومينز بالشكل التالي: domains i تساوي integer. داخل البريديكيتس يتم تعريف الرول المستخدمة داخل الكلاوزز واللي هي sum وتحتوي على 3 arguments: الارجيومنت الأول من نوع integer والارجيومنت الثاني من نوع integer والارجيومنت الثالث من نوع integer أيضا. داخل الجول يتم كتابة الرول التي تؤدي إلى تنفيذ البرنامج واللي هي sum بين أقواس دائرية. يتم التعويض عن المتغير X capital والذي يمثل عداد الأعداد من 1 إلى 5 بالقيمة الابتدائية لعداد الأعداد ويساوي 1. فارزة يتم التعويض عن المتغير Y capital والذي يمثل عداد عملية الجمع بالقيمة الابتدائية لعداد عملية الجمع ويساوي 0. فارزة المتغير S capital. المطلوب إيجاد قيمة المتغير S capital. عندها يقوم البرولوك بمطابقة الجول مع الرول الأولى وتكون غير مطابقة لاختلاف قيمة الأرجيومنت الأول. بعدها يقوم البرولوك بمطابقة الجول مع الرول الثاني وتكون مطابقة حيث تكون قيمة المتغير X capital 1 وقيمة المتغير Y capital 0 والمتغير S capital. F المتغير Y1 يساوي المتغير Y زائدا المتغير X. في هذه المعادلة يتم التعويض عن المتغير Y بصفر وعن المتغير X بواحد. صفر زائد واحد يساوي واحد. عندها تكون قيمة المتغير Y1 تساوي واحد. فارزة المتغير X1 يساوي المتغير X زائد واحد. في هذه المعادلة يتم التعويض عن المتغير X بواحد. واحد زائد واحد يساوي اثنين. عندها تكون قيمة المتغير X1 تساوي اثنين. يتم عودة الرول sum بقيمة المتغير X1 اثنين وقيمة المتغير Y1 واحد والمتغير S capital. بعدها يقوم البرولوك بالمطابقة مع الرول الأولى وتكون غير مطابقة لاختلاف قيمة الارجيومنت الأول. بعدها يقوم البرولوك بالمطابقة مع الرول الثاني وتكون مطابقة حيث تكون قيمة المتغير X capital 2 وقيمة المتغير Y capital 1 والمتغير S capital. F المتغير Y1 يساوي المتغير Y زائد المتغير X. في هذه المعادلة يتم التعويض عن المتغير Y بواحد وعن المتغير X باثنين. واحد زائد اثنين يساوي ثلاثة. عندها تكون قيمة المتغير Y1 تساوي ثلاثة. فارزة المتغير X1 يساوي المتغير X زائد واحد. في هذه المعادلة يتم التعويض عن المتغير X باثنين. اثنين زائد واحد يساوي ثلاثة. عندها تكون قيمة المتغير X1 تساوي ثلاثة. يتم عودة الرول sum بقيمة المتغير X1 ثلاثة وقيمة المتغير Y1 ثلاثة والمتغير S capital. عندها يقوم البرولوك بالمطابقة مع الرول الأولى وتكون غير مطابقة لاختلاف قيمة الأرجيومنت الأول. بعدها يقوم البرولوك بالمطابقة مع الرول الثاني وتكون مطابقة حيث تكون قيمة المتغير X capital 3 وقيمة المتغير Y capital 3 والمتغير S capital. F المتغير Y1 يساوي المتغير Y زائد المتغير X. في هذه المعادلة يتم التعويض عن المتغير Y بثلاثة وعن المتغير X بثلاثة. ثلاثة زائد ثلاثة يساوي ستة. عندها تكون قيمة المتغير Y1 تساوي ستة. فارزة
المتغير x1 يساوي المتغير x زائد 1. في هذه المعادلة يتم التعويض عن المتغير x بثلاثة. 3 زائد 1 يساوي 4. عندها تكون قيمة المتغير x1 تساوي 4. يتم عودة الرول sum بقيمة المتغير x1 4 وقيمة المتغير y1 6 والمتغير s capital. عندها يقوم البرولوك بالمطابقة مع الرول الأولى وتكون غير مطابقة لاختلاف قيمة الأرجيومنت الأول. بعدها يقوم البرولوك بالمطابقة مع الرول الثانية وتكون مطابقة، حتكون قيمة المتغير X capital 4 وقيمة المتغير Y capital 6 والمتغير S capital. if المتغير Y1 يساوي المتغير Y زائد المتغير X. في هذه المعادلة يتم التعويض عن المتغير Y بستة وعن المتغير X بأربعة. ستة زائد أربعة يساوي عشرة. عندها تكون قيمة المتغير Y1 تساوي عشرة. فرز المتغير X1 يساوي المتغير X زائد واحد. في هذه المعادلة يتم التعويض عن المتغير X بأربعة. أربعة زائد واحد يساوي خمسة. عندها تكون قيمة المتغير X1 تساوي خمسة. يتم عودة الرول sum بقيمة المتغير X1 خمسة وقيمة المتغير Y1 عشرة والمتغير S capital. عندها يقوم البرولوك بالمطابقة مع الرول الأولى وتكون مطابقة لتساوي قيمة الأرجيومنت الأول، أي تم تحقيق شرط التوقف. الأرجيومنت الثاني وهو المتغير S capital يساوي عشرة، ولتشابه variable الأرجيومنت الثاني مع variable الأرجيومنت الثالث وهو المتغير S capital. عندها يتم نقل الناتج النهائي لعملية الجمع من الأرجيومنت الثاني وهو المتغير S capital إلى الأرجيومنت الثالث وهو المتغير S capital والذي يمثل الناتج النهائي لعملية الجمع. عندها يقوم البرولوك بعملية cut والخروج من البرنامج وتصبح قيمة المتغير S capital تساوي عشرة. سيتم تنفيذ هذا البرنامج داخل برولوك بروجرام. بعد الانتهاء من كتابة البرنامج بشكل صحيح داخل جزء الإديتور، نضغط من الكيبورد على مفتاحي Alt R معا للانتقال من جزء الإديتور إلى جزء الديالوج لغرض كتابة الجول. داخل الجول يتم كتابة الرول التي تؤدي إلى تنفيذ البرنامج واللي هي sum بين أقواس دائرية واحد ويمثل القيمة الابتدائية لعداد الأعداد من واحد إلى خمسة، فارزة صفر، ويمثل القيمة الابتدائية لعداد عملية الجمع، فارزة المتغير S capital. المطلوب إيجاد قيمة المتغير S capital والذي يمثل الناتج النهائي لعملية جمع الأعداد من واحد إلى خمسة. بعدها نضغط Enter من الكيبورد. نلاحظ قيمة المتغير S capital تساوي عشرة. One solution. Example 2. Write a Proloco program to find the factorial using tail recursion. المطلوب في هذا البرنامج حساب الفكتوريال لرقم معين باستخدام tail recursion. والمقصود بالفكتوريال هو مثلا 5 فكتوريال يساوي 5 في 4 في 3 في 2 في 1. في هذا البرنامج نحتاج إلى 3 variables. الvariable الأول وليكن مثلا المتغير N capital ويمثل عداد الأعداد من 5 إلى 1، والvariable الثاني وليكن مثلا المتغير F capital ويمثل عداد عملية الضرب، الفاريبل الثالث وليكن مثلا المتغير R capital ويمثل الناتج النهائي لعملية الفكتوريال. في هذا البرنامج سيتم بناء two rules. الرول الأولى
تحتوي على شرط التوقف، وشرط التوقف في هذا البرنامج هو وصول عداد الأعداد إلى الرقم 1، ومن خلال الرول الأولى يتم الحصول على الناتج النهائي لعملية الفكتوريا. الرول الثانية، تحتوي الرول الثانية على القانون الخاص بعملية الفكتوريا. نفرض اسم الرول فاكت، وتحتوي على 3 arguments. الارجيومنت الأول وهو المتغير n capital ويمثل عداد الأعداد من 5 إلى 1، والارجيومنت الثاني هو المتغير f capital ويمثل عداد عملية الضرب، والارجيومنت الثالث هو المتغير r capital ويمثل الناتج النهائي لعملية فيكتوريا. f المتغير f1 يساوي المتغير f في المتغير n، وهذه المعادلة تمثل عملية فيكتوريا. فارزة المتغير n1 يساوي المتغير n ناقص 1، وهذه المعادلة تمثل عملية تنقيص عداد الأعداد بمقدار 1 في كل مرة. فارزة فاكت، يتم استدعاء الرول فاكت لعدد من المرات لحين تحقيق شرط التوقف، وشرط التوقف في هذا البرنامج هو وصول عداد الأعداد إلى الرقم 1. فاكت بين أقواس دائرية المتغير N1، فارزة المتغير F1، فارزة المتغير R، ويتم إنهاء الرول الثانية بنقطة. ملاحظة مهمة جدا، في برامج التيل ريكيرجن يتم استدعاء الرول في نهاية الرول، أي في ذيل الرول. الرول الأولى فاكت، يتم التعويض عن المتغير N capital والذي يمثل عداد الأعداد من 5 إلى 1 في الرول الأولى بقيمة شرط التوقف وتساوي 1، ليتم نقل الناتج النهائي لعملية الفكتوريا من المتغير F capital إلى المتغير R capital والذي يمثل الناتج النهائي لعملية الفكتوريا. يتم تمثيل المتغير F capital في الرول الأولى بمتغير مشابه للمتغير الذي يمثل الناتج النهائي لعملية الفكتوريا. أي يتم تمثيل المتغير F capital في الرول الأولى بالمتغير R capital. عندها يتم نقل الناتج النهائي لعملية الفكتوريا من الارجيومنت الثاني والذي تم تمثيله بالمتغير R capital في الرول الأولى إلى الارجيومنت الثالث وهو المتغير R capital والذي يمثل الناتج النهائي لعملية فيكتوريا. F بعدها يقوم البرولوك بعملية cut ويتم إنهاء الرول الأولى بنقطة. الجلوبال باراميتر المستخدمة في هذا البرنامج هي من نوع integer. داخل البريديكيتس يتم تعريف الرول المستخدمة داخل الكلاوزز، ويتم تعريف نوع الارجيومنتس الخاصة بتلك الرول داخل البريديكيتس أيضا. اسم الرول فاكت، وتحتوي على 3 arguments. الارجيومنت الأول من نوع integer، والارجيومنت الثاني من نوع integer، والارجيومنت الثالث من نوع integer أيضا. داخل الجول يتم كتابة الرول التي تؤدي إلى تنفيذ البرنامج واللي هي فاكت بين أقواس دائرية. يتم التعويض عن المتغير N capital والذي يمثل عداد الأعداد من 5 إلى 1 بالقيمة الابتدائية لعداد الأعداد ويساوي 5. فارزة يتم التعويض عن المتغير F capital والذي يمثل عداد عملية الضرب بالقيمة الابتدائية لعداد عملية الضرب وتساوي 1. فارزة المتغير R capital.
المطلوب إيجاد قيمة المتغير R capital. عندها يقوم البرولوج بمطابقة الجول مع الرول الأولى، وتكون غير مطابقة لاختلاف قيمة الأرجيومنت الأول. بعدها يقوم البرولوج بمطابقة الجول مع الرول الثاني، وتكون مطابقة، حيث تكون قيمة المتغير N capital 5 وقيمة المتغير F capital 1 والمتغير R capital. F المتغير F1 يساوي المتغير F في المتغير N. في هذه المعادلة يتم التعويض عن المتغير F بواحد، ويتم التعويض عن المتغير N بخمسة. واحد في خمسة يساوي خمسة. عندها تكون قيمة المتغير F1 تساوي خمسة. فارزة المتغير N1 يساوي المتغير N ناقص واحد. في هذه المعادلة يتم التعويض عن المتغير N بخمسة. خمسة ناقص واحد يساوي أربعة. عندها تكون قيمة المتغير N1 تساوي أربعة. يتم عودة الرول فاكت بقيمة المتغير N1 أربعة وقيمة المتغير F1 خمسة والمتغير R capital. عندها يقوم البرولوج بالمطابقة مع الرول الأولى، وتكون غير مطابقة لاختلاف قيمة الأرجيومنت الأول. بعدها يقوم البرولوج بالمطابقة مع الرول الثاني، وتكون مطابقة، حيث تكون قيمة المتغير N capital 4 وقيمة المتغير F capital 5 والمتغير R capital. F المتغير F1 يساوي المتغير F في المتغير N. في هذه المعادلة يتم التعويض عن المتغير F بخمسة، ويتم التعويض عن المتغير N بأربعة. خمسة في أربعة تساوي عشرين. عندها تكون قيمة المتغير F1 تساوي عشرين. فارزة المتغير N1 يساوي المتغير N ناقص واحد. في هذه المعادلة يتم التعويض عن المتغير N بأربعة. أربعة ناقص واحد تساوي ثلاثة. عندها تكون قيمة المتغير N1 تساوي ثلاثة. يتم عودة الرول فاكت بقيمة المتغير N1 ثلاثة وقيمة المتغير F1 عشرين والمتغير R capital. عندها يقوم البرولوج بالمطابقة مع الرول الأولى، وتكون غير مطابقة لاختلاف قيمة الأرجيومنت الأول. بعدها يقوم البرولوج بالمطابقة مع الرول الثاني، وتكون مطابقة، حيث تكون قيمة المتغير N capital 3 وقيمة المتغير F capital 20 والمتغير R capital. F المتغير F1 يساوي المتغير F في المتغير N. في هذه المعادلة يتم التعويض عن المتغير F بعشرين، ويتم التعويض عن المتغير N بثلاثة. عشرين في ثلاثة تساوي ستين. عندها تكون قيمة المتغير F1 تساوي ستين. فارزة المتغير N1 يساوي المتغير N ناقص واحد. في هذه المعادلة يتم التعويض عن المتغير N بثلاثة. ثلاثة ناقص واحد تساوي اثنين. عندها تكون قيمة المتغير N1 تساوي اثنين. يتم عودة الرول فاكت بقيمة المتغير N1 اثنين وقيمة المتغير F1 ستين والمتغير R capital. عندها يقوم البرولوج بالمطابقة مع الرول الأولى، وتكون غير مطابقة لاختلاف قيمة الأرجيومنت الأول. بعدها يقوم البرولوج بالمطابقة مع الرول الثاني، وتكون مطابقة، حيث تكون قيمة المتغير N capital 2 وقيمة المتغير F capital 60 والمتغير R capital. F المتغير F1 يساوي المتغير F في المتغير N. في هذه المعادلة يتم التعويض عن المتغير F بستين، ويتم التعويض عن المتغير N باثنين. ستين في اثنين تساوي 120. عندها تكون قيمة المتغير F1 تساوي 120. فارزة المتغير N1 يساوي المتغير N ناقص واحد. في هذه المعادلة يتم التعويض عن المتغير N باثنين.
2 ناقص 1 تساوي 1، عندها تكون قيمة المتغير N1 تساوي 1. يتم عودة الرول فاكت بقيمة المتغير N1 1، وقيمة المتغير F1 120، والمتغير R كابيتال. عندها يقوم البرولوج بالمطابقة مع الرول الأولى وتكون مطابقة لتساوي قيمة الأرجيومنت الأول، أي تم تحقيق شرط التوقف. الأرجيومنت الثاني وهو المتغير R كابيتال يساوي 120، ولتساوي variable الأرجيومنت الثاني مع variable الأرجيومنت الثالث وهو المتغير R كابيتال. عندها يتم نقل الناتج النهائي لعملية الفكتوريال من الأرجيومنت الثاني وهو المتغير R كابيتال إلى الأرجيومنت الثالث وهو المتغير R كابيتال، والذي يمثل الناتج النهائي لعملية الفكتوريال. عندها يقوم البرولوج بعملية كات والخروج من البرنامج. عندها تصبح قيمة المتغير R كابيتال تساوي 120. One solution. سيتم تنفيذ هذا البرنامج داخل برولوج بروجرام. بعد الانتهاء من كتابة البرنامج بشكل صحيح داخل جزء الإديتور، نضغط من الكيبورد على مفتاحي Alt R معا للانتقال من جزء الإديتور إلى جزء الديالوج لغرض كتابة الجول. داخل الجول يتم كتابة الرول التي تؤدي لتنفيذ البرنامج، واللي هي Fact بين أقواس دائرية 5، وتمثل القيمة الابتدائية لعداد الأعداد من 5 إلى 1، فارزة 1، ويمثل القيمة الابتدائية لعداد عملية الضرب، فارزة المتغير R كابيتال. المطلوب إيجاد قيمة المتغير R كابيتال، والذي يمثل الناتج النهائي لعملية الفكتوريال للرقم 5 فكتوريال. بعدها نضغط Enter من الكيبورد. نلاحظ قيمة المتغير R كابيتال تساوي 120. One solution.